السابقة. آخر نقطة يا جماعة، خلاص عشان الناس فيها صربانة لأن احنا في البداية. احنا بقى كنا سايبين المرة اللي فاتت حاجات صغيرة كده، اللي هي الإفكت أوف أنيميا. صح كتير من الكاترة الإفكت أوف أنيميا 49 والإفكت أوف بوليسايسيميا صح كام؟ 51. الاثنين دمت مقارنة What is the compare between the effect of anemia and the effect of polycystic؟ تمام؟ تعالى يا شباب نعمل هنا، هنكتب الانيميا. هو ده الفكر غير اللي بقى الانيميا effect of anemia، وهنكتب effect of poly effect of anemia صح. خلاص يا دكاترة، الناس اللي ورا سمعني، الناس اللي ورا تمام. طيب هناخد الفرق ما بين الافكت اوف انيميا والافكت اوف بولي سايسيميا وتكتب عليها دوت مقارنة تمام. مرضين عكس بعض. الانيميا بتعمل ايه؟ بص يا دكتور، واحد اولا هتقل الار بي سيز، هتشد خط. لما تقل الار بي سيز هتقل الفيسكوزيتي. يعني ايه فيسكوزيتي؟ اللزوج. طب وايه يعني لما لزوجه الدم تقل؟ الريزيستنت هتقل. يعني ايه ريزيستنت؟ المقاومه. طب لما الريزيستنت هتقل، ها لما الريزيستنت هتقل كميه الدم اللي بترجع للهارت هتزيد، اسمها فينوس ريتيرن. يعني كلمه فينوس ريتيرن كميه الدم اللي بترجع للقلب عن طريق الفين دي هتزيد. تفسيرها هناخده في الكارديو فاسكولار سيستم، احفظها مؤقتا. طب لما الفينوس ريتيرن يزيد هيزيد الكاردياك اوت بوت، الفي ار يعني فينوس ريتيرن، سي او بي يعني كاردك اوت بوت. وكلمه كاردك اوت بوت كميه الدم اللي القلب بيضخها، بدل ما هيضخ كميه ولتكن 5 لتر، المره دي هيضخ كميه اكتر ولا لا؟ ليه هيضخ كميه اكتر؟ ان الكميه اللي رجعت له زاد. طيب نعم تنشن كده بلاد بريشر يعني لا 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 ما تمام نعم يا دكتور. ازاي يكون في انيميا والدم القلب هيضخ؟ دكاتره اول حاجه قلنا ان العيان الفيسكوستي بتاعته هتقل، اتنين الريزيستنت هتقل، فبالتالي الفينوس ريتيرن هيزيد. يعني فينوس ريتيرن كميه الدم اللي راجع الهارت هتزيد، فبالتالي كميه الدم اللي القلب هيضخها هتزيد. طبعا الدم اللي القلب بيضخه في خلايا دم حمراء كتيره ولا اغلبه ميه؟ اغلبه ميه يا دكاتره، يعني دم مخفف خالص، هو عباره عن بلازما اكتر من الار بي سيز. التفاصيل الممله هناخدها في الكارديو فاسكولار، فانا ما اقدرش اسيب الموضوع ده لحد الكارديو فاسكولار 2 كمان يعني في الترم الثاني. دلوقتي افرض جالي سؤال في الامتحان، انا عايزك تختصره زي ما انا عملته كده مؤقتا، على ما يجي اي اكسبلانيشن انت محتاجه هتلاقيه في الكارديو فاسكولار 2 تمام. طيب اثنين، مش حضرتك عندك هايبو نقص في عدد الخلايا الدم الحمراء؟ طيب يبقى في هايبوكسيا. يعني ايه هايبوكسيا؟ نقص الاكسجين. طب لما يبقى في هايبوكسيا الاوعيه الدمويه بيحصل فيها فازو دايليتيشن في دي، اتساع للاوعيه الدمويه، مالكش دعوه بالميكانيزم. طب وايه لما الاوعيه الدمويه يحصل فيها فازو دايليتيشن؟ نفس الكلام اللي فوق، هيزيد الفينوس ريتير وهيزيد الكاردك اوبوت تمام. دكتور برضه انا مش قادر ابلع الكلام معلش استحمله. يبقى فازو دايليتيشن هيزود الفينوس ريتير هيزود الكاردك اوبوت. طيب ثلاثة، فينوس ريتير فازو دايليتيشن يعني اتساع الاوعيه الدمويه، في دي يعني اتساع الاوعيه الدمويه،
الوعاء الدم هيبقى واسع، بدل ما هو عامل كده هيبقى كده، كده كان ضيق كده بقى واسع. طيب ثلاثه، عضله القلب نفسها الهارت هيعاني من هيبوكسيا. هو مش الهارت دوت عضله محتاجه اكسجين عشان تشتغل، هتعاني من هيبوكسيا. يعني ايه هيبوكسيا؟ ناقص الاكسجين. تخيل انت النهارده عندي مريض عنده انيميا، فكر يعمل مجهود يجري. السؤال اللي جاي، هو العيان بتاعنا اساسا بتاع الانيميا ده وهو قاعد معانا، القلب عامل مجهود كبير ولا لا؟ عامل مجهود، عمال يضخ دم كتير عشان يعوض نقص الاكسجين. تخيل انت خليته يعمل مجهود ويعمل اكسرسايز، الهارت في الاخر يحصل له ايه؟ هارت فيلير. يبقى المريض بتاعنا لو فكر يعمل مجهود وهو القلب بتاعه بالشكل اللي انت شايفه هيحصل له هارت فيلير، زي الماتور بتاع الميه. تخيل الماتور ميه، انا كده مطالب يضخ ميه لعشرة ادوار، والماتور دوت جايله له كهربا ضعيفه، وانت مطالب عمال تضغط على الماتور ده عشان يضخ ميه كتيره، في الاخر يحصل له ايه؟ هيتحرق. يبقى انا عايزك بالاختصار الاختصار الاختصار، نقص عدد خلايا الدم الحمراء، هتزود هتقلل اللزوجة، هتقلل الريزيستنت، مالكش دعوه احفظ دي فينس ريتيرن وكاردك او بوت. نقص عدد خلايا الدم الحمراء هتعمل هايبوكسيا، الهايبوكسيا هتوسع الاوعيه الدمويه، الاوعيه الدمويه لما تتسع هتزود الفينس ريتيرن وكاردك او بوت. اربعه، القلب نفسه يعاني من هايبوكسيا، فلو عمل مجهود هيحصل له هارت فيلير. عايز المختصر المفيد ان شاء الله تحفظها مؤقتا، تمام؟ اللي مش قادر يقتنع بيها هيبقى حفظ مؤقت للاسف، ما اقدرش ادخل في الكارديو فاسكولار دلوقتي. هتيجي لما اخدها في الكارديو فاسكولار هتحلف لي وتقول لي ايه يا دكتور ده فعلا احنا خدناها. فينس ريتيرن يعني كميه الدم اللي بترجع للهارت، كاردك اوت بوت يعني كميه الدم اللي القلب بيضخها، فازو دايليتيشن يعني اتساع الاوعيه الدمويه، تمام؟ عشان الناس اللي مش عارفه الترجمه. طب البوليسايسيميا يعني ايه؟ بوليسايسيميا اللي بقى الصفحه اللي بعدها، زياده عدد كرات الدم الحمراء. واحد، المريض بتاعنا دوت البلاد فوليوم بتاعه زاد ولا قل؟ عيب يا دكتور، ده زاد جدا. ليه يا ابني زاد؟ ما هو بدل ما عنده 5 مليون بقى عنده 10 مليون، يعني بدل ما يبقى عنده 5 لتر ممكن 6 او 7 لتر دم. طيب البلاد فوليوم دوت لما بيزيد هيزود ايه يا دكاتره؟ بص، هيزود الفينس ريتيرن. يعني ايه فينس ريتيرن؟ كميه الدم للقلب بترجع للقلب. يعني دكتور الفينس ريتيرن بيزيد بحاجتين اهو، يا اما اللزوجه تقل فالمقاومه تقل فالدم يمشي بسرعه فيرجع للهارت بسرعه، يا اما حجم الدم زاد. شد السهم الثاني، هو لو الفينس ريتيرن زاد مين هيزيد؟ الكاردياك اوت بوت. يعني ايه كاردياك اوت بوت؟ كميه الدم اللي القلب بيضخها. لا بنفس الكلام ده، شوف اللي جاي، مش عدد خلايا الدم الحمراء هتزيد؟ طب لما عدد خلايا الدم الحمراء هتزيد الفيسكوستي هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد الفيسكوستي اللزوجه، فبالتالي الريزيستنت هتزيد، فبالتالي يعني ريزيستنت المقاومه، فبالتالي ضغط الدم هيزيد، اسمه اي بي بي ارتيريال بلاد بريشر. يبقى انت القلب المره دي بيضخ كميه من الدم كبيره، وبايه يا جماعه؟ وبضغط عالي. يتحد الضغط العالي مع المجهود العالي، الاثنين مع بعض يعملوا هارت فيلير. يجي الدكتور شريف رئيس القسم يقول لك ايه؟ قول لي يا ابني مرضين عكس بعض بيعملوا نفس الريزلت، الانيميا والبوليسايسيميا، الاثنين بيعملوا في الاخر ايه؟ هارت فيلير، تمام؟ انا عارف يا تيل عليك شويه، بس معلش لما بناخدها في الكارديو فاسكولار. طيب كده الحاجات الفرق ما بينهم قدام بعض اهو، الاثنين في الاخر عملوا ايه؟ هارت فيلير. اي بي بي يعني ارتيريال بلاد بريشر، ضغط الدم في الارض اللي هو 120 على 80، ارتيريال بلاد بريشر. اي بي بي يعني ايه؟ ارتيريال بلاد بريشر، ضغط الدم. طيب كده الثلاثه دول قدام بعض، تعالى بقى اربعه وخمسه دول هتفهمهم دلوقتي. يعني ممكن انت ما فهمتش اللي فاتوا دمك، لصمهم على قد ما تقدر مؤقتا. اي بي بي يعني ارتيريال بلاد بريشر، ضغط الدم. في ار يعني فينس ريتيرن، سي او بي يعني كاردياك اوت بوت. طيب تعالى بقى في اربعه وخمسه، المريض بتاعي
اللي عنده بولي سيسيميا الدم بتاعه بيتحرك بسرعه ولا ببطء؟ تخيل البولي سيسيميا ده عباره عن عسل، مش عسل اسود كمان، ده العسل الابيض التقيل قوي. يبقى كده البلاد فلو، يعني ايه بلاد فلو؟ سرعان الدم. سلاجش يعني ايه سلاجش؟ بطيء. لما سرعان الدم يبقى بطيء، سرعان الدم بتاع حضرتك بطيء كده، السيركيوليشن تايم هيزيد. وكلمه السيركيوليشن تايم يعني الدم، الوقت اللي بياخده الدم في الدوران في الجسم بتاعك. طب ويعني لما السيركيوليشن تايم يزيد الدم بدا يلف ببطء، هل الدم هيقدر يوصل لحد الانسجه؟ يعني تخيل انا الدم وماشي بالراحه جدا وفي مقاومه قدامي، علشان اوصل لحد اخر القاعه هاخد وقت كتير ولا لا؟ فالناس اللي ورا دي هتعاني من نقص في الاكسجين. هو نقص في الاكسجين اسمه ايه؟ هايبوكسيا. بس نوع الهايبوكسيا استجنن. يعني ايه استجنن؟ بسبب بطء الدم. هتيجي الساعه واحده واحده، ها سمعني؟ هتعرف؟ شوف لك كرسي بقى وصار. يبقى الاستجنانت هايبوكسيا هي الهايبوكسيا الناتجه عن نقص الاكسجين نتيجه لتوقف حركه الدم، دم ماشي ببطء. طيب اربعه خمسه انا اسف. هذا هو الارتر، شريان يتفرع ويديني الكابيلاري. يعني ايه كابيلاري؟ شعيرات دمويه. بعد كده يديني فيني. انا النهارده الدم بتاعي تقيل قوي، الدم بتاعي تقيل، خلايا الدم كتير فماشيه بالراحه، فتيجي عند الكابيلاري تروح واقفه. اشمعنى الكابيلاري بالذات؟ لان هي اضيق مكان في السيركيوليشن، اضيق مكان في الجهاز الدوري بتاعك هو مين؟ الكابيلاري، الشعيرات الدمويه. طب وايه لما تقف يا دكاتره الكابيلاري بقت واقفه؟ تعمل لك ايه؟ بلاج يعني سداده، تقفل الشعيرات الدمويه. طيب الشعيرات الدمويه لو اتقفلت يا دكاتره، اتقفلت الشعيرات الدمويه ماذا يحدث؟ الضغط في الارتري ماله؟ هيزيد، ان هو مش عارف الدم يتحرك. مره في مره في مره الشعيرات الدمويه اللي اتقفلت دي هيحصل لها رابتشر، تنفجر، وتلاقي العيان جاي له هيموريدج. يعني هيموريدج؟ نزيف. نزيف. يبقى دوت الافكت بتاع البوليسيسيميا والانيميا. البوليسيسيميا هيزيد البلاد فوليوم، فهيزيد الفينوس ريتيرن، فهيزيد الكاردك اوت بوت. الار بي سيز هتزيد، هتزود الفيسكوستي اللزوجه، هتزود الريزيستنت، ضغط الدم هيزيد، ضغط الدم زايد، والكميه اللي القلب بيضخها زايده يحدث هارت فيلير. الدم ماشي سلاجش بطيء فياخد وقت طويل، فالانسجه هتعاني من هايبوكسيا اسمها ستاجننت. ستاجننت يعني توقف، الدم ماشي بالراحه. اخر حاجه الكابيلاري في يوم من الايام هتتسد، تتكتم. لما الضغط يزيد في الارتري ساعتها بقى السكه مسدوده، الكابيلاري دي الهول بتاعها ضعيف، تفرقع، تعمل لي هيموريدج. يعني هيموريدج؟ نزيف. يبقى الفرق ما بين البوليسيسيميا والانيميا ده سؤال مهم هيتضح المعالم بتاعته اكتر في الكارديو فاسكولار سيستم. على الاقل تعرف الاثنين بيعملوا هارت فيلير، لكن بتاع البوليسيسيميا عنده ستاجننت هايبوكسيا وعنده هيموريدج. يعني هيموريدج؟ عمال ينزف. ينزف ليه؟ الشعيرات الدمويه بتتقفل ما بتستحملش، بتفرقع. يبقى لو سالت سؤال في الشافول قول لي يا ابني مرضين عكس بعض يؤدي الى نفس النتيجه، الانيميا والبوليسيسيميا يؤدي الى هارت فيلير. انيميا نقص عدد خلايا الدم الحمراء، اما البوليسيسيميا زياده عدد كرات الدم الحمراء. احنا يا دكاتره قلت التفسير واحد واثنين وثلاثه، قلنا هنشوفها فين؟ في الكارديو فاسكولار سيستم بالتفاصيل الممله، مش هقدر اشرحها لك دلوقتي. فانت على الاقل لصم الكلمتين واحد واثنين وثلاثه في الناحيتين، وبعد كده نبقى نتكلم في الكارديو فاسكولار. ساعتها تقول يا دكتور فعلا كان عندك حق ان انت تاجلها ساعتها، ما اقدرش اشرحها لك دلوقتي، اكتر من كده هتتوه. مجرد لصمها واحفظها كده دلوقتي مؤقتا. طيب كده البوليسيسيميا والانيميا انتهوا، تمام؟ يمكن اللي مهم عندنا يا سيد محمود رقم اربعه ورقم خمسه، دول اللي انا عايزهم، اللي كل الناس المفروض فهمتهم. ستاجننت هايبوكسيا
هيموريدج. تعالى بقى يا دكاترة نتكلم على ايه؟ الحاجة مهمة جدا 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 كنا سايبينها ورا، كلاسيفيكيشن اوف انيميا اللي احنا كنا سايبينها دي في غاية من الأهمية. بس الكلاسيفيكيشن اوف انيميا ارجع كمان صفحة، هات لي صفحة 39 تقريبا. لا اللي هي الهيماتولوجيكال انديسز، ارجع كمان صفحتين، ارجع صفحة كام يا دكتور؟ ايوه انت بس جايبها صفحة كام؟ 33 يا دكتور، 33. اي انا عم بحنخ، هقول لك انا عامل ايه دلوقتي. ركزوا معايا بعد اذنكم، عنوان اسمه ايه في صفحه 33؟ اسمه هيماتولوجيكال انديسز. انديسز يعني جمع اندكس، وكلمة اندكس يعني مؤشر، فانديسز هي مؤشرات او دلالات. ما هي الاختبارات التي تقوم بها للحكم على خلايا الدم الحمراء؟ اسمها هيماتولوجيكال انديسز، وكلمة هيماتولوجي يعني دم. اربع اختبارات، بيجوا اربع مسائل زي ما اتفقنا، او كيس ستادي، تمام؟ هنراجعهم سريعا. في عندي ثلاثة في غاية من الأهمية. أول واحد اسمه ام سي في، اللي عارف خير وبركة، أدي بيراجع. ام سي في مين؟ كورباسكولار فوليوم، باللغة العربية متوسط حجم الخلية الواحدة، حجم الار بي سيز الواحدة، افريج متوسط، هتساوي، بس يا دكاترة لو سمحت عشان نعمل مسألة دلوقتي نشوف مين اللي بيحل معايا، هتساوي الهيماتوكريت فاليو، يعني حجم الار بي سيز مجموعة كلها بس في 100 ملي بلد، على الار بي سيز كاونت باي مليون في 10. طب اديني مسألة كده، انت عايز يا ريس تحسب متوسط حجم واحد فيكم، في الناس اللي قاعدة قدامي، هجمع الحجم كله على بعض واقسمه على العدد. طيب هيجيلك في المسألة كالآتي، يقولك الهيماتوكريت فاليو لو حجم الار بي سيز 100 ملي بلد، بيكتبها لك يا دكاترة 45%، يبقى كاتبها كده. ده كمثال، انسى كلمة في المية دي خالص، تحت هيقول لك عدد خلايا الدم الحمراء 5 مليون. كم مليون؟ 5. حضرتك ما تكتبش 5 وقدامها 6 صفار، ما ليه تكتب فقط 5 بس ومليون اهو؟ خلاص احنا عارفين دي مليون. طيب اقسم 45 على 5 تطلع كام؟ 9، وبتضرب في 10، العشرة دي فرق وحدات هتفهمه في العمل، هتضرب في 10، العشرة دي فرق وحدات، فساعتها تساوي 90 كيوبيك مايكرون، تمام؟ يبقى لو انا اديتك مثال الهيماتوكريت 45، تمام؟ وعدد خلايا الدم الحمراء 5 مليون، هتقسم 45 على 5 تضربها في كام؟ في 10، تطلع كام؟ 90 مايكرون. مايكرون ايه؟ مايكرون مكعب. طيب السؤال بقى التاني، هيسألك في السؤال، هو مش هيقولك احسب، هو هيديلك ال 45 ويديك ال 5 مليون ويديلك اختيارات، ويقولك الخلية اللي طلعت عندك دي، والله لو طلعت ما بين 78 الى 93 كيوبيك مايكرون، كيوبيك مايكرون يعني مايكرون مكعب، على طول تقول للعيان انت نورمو سيتك. يعني نورموسيتك؟ حجم الخلية بتاعتك طبيعية. طب لو طلعت اقل من 78 مايكرو سيتك،
واشهر مثال عندنا للمايكروسيتك الانيميا الناتجه عن نقص الحديد. والانيميا الناتجه عن نقص الحديد مفيش هيموجلوبين. طبعا يا محمد اعلاه مفيش هيموجلوبين فالخلايا تبقى كبيره والخلايا تبقى صغيره، ما هي فاضيه وتبقى صغيره. طيب طب افرض طلعت اكبر يا دكتور، هتبقى ماكرو سيتك زي الميجالو بلاستيك كده، نقص فيتامين بي 12 ديفيشنسي. طيب تعال نجرب مساله، قول لي كده يا دكتور. لا اللي وراك، شاور اللي وراك. ايوه يا دكتور انت عرفت. الهيماتوكريت فاليو 50%، جالك كده مساله قال لك 50%، وعدد خلايا الدم الحمراء يا دكتور 8 مليون، بلاش 8 6 مليون. تعرف تحسبها لي؟ 50 على 6 في كام؟ في 10، تمام كده؟ واقسم بالله حاسبة عادي براحتك، تمام؟ أو 50 على 5 بكام؟ ب 10، 10 في 10 ب 100، هي أكتر كده من 93 ولا لأ؟ يبقى ساعتها الخلية كبيرة، تمام؟ طيب، كده ده أول إندكس عندي. تعالوا تاني إندكس اسمه إم سي إتش، مين؟ كورباسكولار هيموجلوبين، هيموجلوبين كونسنتريشن متوسط. لا 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 مش مين مين كورباسكولار هيموجلوبين بس؟ يعني ايه متوسط حجم الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء لوحده؟ طب احسبه ازاي؟ برضو نفس الكلام، هتقسم حاجه اسمها هيموجلوبين كونتنت. يعني ايه كونتنت؟ كمية الهيموجلوبين الموجودة في 100 ملي بلد على الار بي سيز كاون، عدد خلايا الدم الحمراء بالمليون، وتضرب في 10. ادي لك انا مثال، جه النهارده قال لي الهيموجلوبين كونتنت 20 جرام، هو بيبقى بالجرام، كام جرام؟ 20، يبقى انت هتحطه فوق كام؟ 20، وعدد خلايا الدم الحمراء 5 مليون، تضرب في 10 تطلع كام؟ 40، صح؟ مش 20 على 5 فيها ال 4 في 10 ب 40. طيب 40 ايه؟ 40 بيكو جرام. يعني ايه بيكو؟ البيكو 10 اس سالب 12، تمام؟ طيب احنا هل العيان ده نورمال ولا اب نورمال؟ النورمال يا دكاتره يتراوح ما بين 27 الى 33 بيكو جرام. يبقى العيان ده عنده هيموجلوبين كتير اكتر من النورمال، تمام؟ فانا اتفقنا اتفاق مبدئي، بدل ما اقول الخليه تحتوي على نورمال هيموجلوبين بقول عليها نورمو كرومي، يعني لونها طبيعي. يعني يا ابني لونها طبيعي؟ يعني عندها هيموجلوبين طبيعي. طب لو طلعت زياده ابقى اسمها هايبر كرومي، طب لو طلعت قليله هايبو كرومي. تيجي نعمل مساله، ها اخر دكتوره لابسه نظاره، قولي يا دكتوره الهيماتوكريت فاليو، الهيماتوكريت فاليو 40، كام يا دكتوره؟ 40، وعدد خلايا الدم الحمراء 5 مليون، والهيموجلوبين يا دكتوره 20 جرام. تعرفي تقولي لي الخليه بتاعتنا من ناحيه الحجم ومن ناحيه الهيموجلوبين اخبارها ايه؟ عدد خلايا الدم الحمراء 5 مليون، ماشي، والهيماتوكريت 40، والهيموجلوبين 20. احسبي لي كده يا دكتور، ها ها تطلع كام الام سي في؟ 80. طب 80 دي نورموسيتك ولا مايكرو ولا ماكرو؟ نورموسيتك. طب الهيموجلوبين 20 على 5 فيها الكام؟ ال 40، صح كده ولا 20 فيها ال 40؟ تبقى دي حجمها طبيعي بس عندها هيموجلوبين ايه؟ كتير. طبعا هو دايما هيجيب لك نورموسيتك نورموكروميك، مايكروسيتك هايبوكروميك، ماكروسيتك هايبر كروميك، دي الاختيارات او نون اوف ذا ابوف. مش هيجيب لك يقول لك الرقم طلع كام يا شاطر، ويحط لك المساله على وينها وانت تختار. طبعا بس لو عايز يعرف نوع الانيميا بقى لازم يحط لك مفتاح، يقول لك السيرم ايرن الحديد كان قليل، تبقى دي ايرن ديفيشنسي انيميا. الفيجلو تيست كان بوزيتيف، تبقى دي فوليك اسيد ديفيشنسي انيميا. السيكلينج تيست كان نورمال،
او از بوزيتيف قصدي، يبقى دي سيكل سيل انيميا وهكذا. هدربكم عليها، هعملوك كذا مساله فيها ما تقلقش. طيب كده انا عرفت كام اندكس؟ 2 ام اي في و ام سي اتش. اخر واحد عندنا بس يا دكاتره اسمه ام سي اتش سي. ام سي اتش سي مين؟ كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. بص يا حبيبي، انت الام سي اتش حسبت عدد الكراسي اللي موجود انا في الاوضه، حسبت كميه الهيموجلوبين، والام سي في حسبت حجم الاوضه او حسبت حجم الخلايا الدم الحمراء، لكن ما قلتليش الكراسي اللي هنا دول او الهيموجلوبين يمثلوا كام في الميه من الاوضه والار بي سيز؟ هل يمثلوا 100% ولا 50% ولا 30%؟ طب حلها ايه عشان اعرفها؟ انا عايز احسب الهيموجلوبين يشغل كام في الميه من حجم الار بي سيز. احسبها كالاتي، هتقسم الام سي اتش على الام سي في، تمام؟ يعني لو انت حبيت تفككها، هو الام سي اتش كان ايه؟ هيموجلوبين كونتين على ار بي سيز كاونت. شد خط، ده البسط اللي فوق. طب المقام هيماتوكريت، هيماتوكريت فاليو على الار بي سيز كاونت. بما اني يا دكاتره بقسم على نفس المقام، اتشالوا مع بعض ولا لا؟ تمام، يبقى هتطلع الريزلت هيموجلوبين كونتنت على هيماتوكريت فاليو، بس المره دي بكام؟ 100. دي الوحيده اللي بضرب في 100. النورمال من 31 ل 33%، يعني الهيموجلوبين عند الناس النورمال يمثل تلت الخليه والتلتين التانيين مالهم فاضيين. طب لو طلعت 33% انت نورمو سيتك، لو طلعت اكتر نورمو كروميك، انا اسف، طلعت اكتر هايبر كروميك، طلعت اقل هايبو كروميك. مين اللي عامل لنا ازمه بقى في الانيميا؟ في نوع من الانيميا هو اللي عامل ازمه في الموضوع ده كله. اسمها ايه الانيميا دي؟ اسمها ميجالو بلاستيك انيميا. ايه بقى قصه الميجالو بلاستيك دي؟ بص يا سيدي، الميجالو بلاستيك دي خليه كبيره لم تنقسم، يعني المفروض تنقسم الى خليتين. حلو، فجينا يا دكاتره نحسب حجمها، حجم اسمه ايه؟ ام سي في. لقينا الام سي في بتاعها كبير، يبقى الخليه دي ماكروسيتك ولا لا؟ ما هي مش خليه واحده، دي كانت المفروض تنقسم وتبقى 2. طيب قيس الهيموجلوبين اللي فيها، الهيموجلوبين اسمه ايه؟ ام سي اتش. عالي ولا مش عالي؟ ده انا عالي. الله، ام سي اتش عالي، يبقى ساعتها تقول عليها هايبر كروميك، انها مش هيموجلوبين واحد، ده 2 هيموجلوبين كانت المفروض تنقسم من النص، وهي حجمها كبير والهيموجلوبين اللي فيها كبير. طب اقسم الاثنين على بعض هتطلع نورمال، ان هي زي الاوضه دي والاوضه اللي جنبينا فتحناهم على بعض. هل نسبه الكراسي هتختلف بالنسبه لحجم الاوضه؟ لا. ليه؟ لان الحجم زاد والعدد زاد، هي حجمها كبير والهيموجلوبين اللي فيها كبير، فلما تقسمهم على بعض هيطلع نورمال. هتقابلك مشكله، هي ماكروسيتك خلصنا منها كبير، هايبر كروميك ولا نورمال كروميك؟ والله بقى احنا على حسب. لو انت هتقول ام سي اتش، ام سي اتش تبقى هايبر كروميك، ام سي اتش سي هتبقى نورمو كروميك. حلو كده، ايهما الاصح؟ الام سي اتش سي ده الصح، ده الصح لحياتك انت كطبيب. هتلاقي في الكليه مره يقولوا لك هايبر كروميك، ومره الدكتور يزعق لك يقول لك اوعى تقول هايبر كروميك، امال قول ايه؟ نورمو كروميك. خلاص، على حسب بقى الدكتور اللي هيدخل لك. لما تتزني اشرحها له، هقول لك ماشي يا حبيبي. خلاص كده؟ طيب كده يا جماعه الثلاثه اندكس ام سي اتش، ام سي في، ام سي اتش سي، الاثنين الاولين في 10، اما الاخرين في 100. اخر اندكس عندنا لا يستخدم من الناحيه العمليه في المعمل، لا يستخدم، ده اكاديميك بس، حاجه كده للدراسه، اسمه كالر اندكس، اللي هو رقم واحد عند حضرتك. ايه بقى قصه الكالر اندكس؟
الكالر اندكس كالاتي عشان لو جات لك مساله يساوي كالر اندكس يساوي الهيموجلوبين كونتنت از ا بيرسنت اوف النورمال، خد بالك من الكلمه دي، على الار بي سيز كاونت از ا بيرسنت اوف نورمال. ما هو الفرق ما بين الكالر اندكس والام سي اتش يا دكتور؟ ده هم الاثنين زي بعض كده، هيموجلوبين كونتنت على ار بي سيز كونتنت على كاونت، هيموجلوبين كونتنت على ار بي سيز كاونت. بس يا حبيبي المره دي كنسبه من النورمال. اديني مساله جايلك واحد ادلت زيكم كده، عدد خلايا الدم الحمراء بتاعته طلعت 5 مليون، كام مليون؟ 5. هو النورمال ادلت ميل قد ايه؟ كام مليون؟ 5 برضه. يبقى هو الانسان ده عدد خلايا الدم الحمراء بتاعته كام في المية من الطبيعي؟ 100%. يبقى تروح حاطط تحت كده 100%، والهيموجلوبين بتاعه طلع 18 جرام والنورمال 18 جرام في سنه، يبقى هو كام في المية من النورمال؟ 100%. اسم 100% على 100% تطلع كام؟ 1. طلع الكالر اندكس يتراوح ما بين 9 الى 1. والله لو حضرتك طلعت في الرينج ده انت نورمال. طب الكالر اندكس دوت صح ولا خطأ؟ ده صح جدا. ليه؟ ان هو بيقيس لك الار بي سيز والهيموجلوبين مقارنة بالنورمال من سنك ومن جنسك. يعني مثلا لما تيجي تقارنه، هو بيبقى صعب طبعا، هقول ميل عنده 18 سنة وزنه 80 كيلو، يبقى لازم تجيب لي الهيموجلوبين النورمال وعدد خلايا النورمال في ميل وزنه 18 عمره 18 سنة وزنه 80 كيلو. يعني في جدول في المعمل كبير جدا، كل عمر وكل وزن وكل نوع له هيموجلوبين كونتنت نورمال ولو ار بي سيز ايه نورمال. فطبعا صعب قوي، يعني كمان ده ايه هيبقى للحامل ده حلو قوي. كل الحوامل المفروض عدد خلايا الدم الحمراء في الشهر الثالث من الحمل يبقى كذا. جات لك واحده حامل عايزه تحلل، تعالي يا ستي انت حامل عندك كام سنه في الشهر الكام، يبقى المفروض النورمال بتاعك كذا، وانت النورمال بتاع لما حللت لك طلع لك كذا، يبقى انت لو 100% من النورمال خير وبركه. اقل اكتر نحسبها براحتنا، بس من ناحيه العمليه البراكتيكال في المعامل ما بتعملش. طيب طلع الكالر اندكس نورمال، تبقى الخلايا نورمو كروميك، طلع اعلى هايبر كروميك، طلع اقل هايبو كروميك، يبقى ده للاكاديميك بس مش حاجه بنستخدمها. يبقى انا عندي كام اندكس كده يا دكاتره؟ 4. كالر اندكس والام سي اتش يتذاكروا مع بعض. والام سي اتش، الام سي اتش والكالر اندكس والام سي اتش سي، الثلاثه دول مع بعض كلهم يحكموا على الهيموجلوبين. اما الام سي في هو حجم الخليه. ما احنا اتفقنا محدش هيعرف يحسبه زي النورمال، لانك انت لما تحسب النورمال عايزه تجيب السن وميل ولا في ميل ووزنه قد ايه وحالته الصحيه قد ايه، فصعب عمرك ما هتجيبيها. لكن لو حسبته كده هتهزر، هتطلع غلط طبعا. يعني انا يقول لك واحد عنده 18 سنه، فبتحسب من كل الادلت ميل مثلا في الجدول الادلت ميل كلهم، يبقى كده في المعامل كده ادلت ميل اللي ممكن بتاعه 18 بس من غير لا سن ولا نوع ولا اي حاجه، فهو خطا لو اتحسب كده. لكن لو بدقه وعرفت تجيبه بالريفرنس محترم ان السن والجنس وكذا وكذا، هتعرف يبقى صح، بس ده مش هيحصل، فهو لا يستخدم. ممكن يبقى غلط ان مثلا مش عارف الكاونت ال والهيموجلوبين ال، هما الاثنين هما نفس النسبه، يعني مثلا ممكن 8 عدم يديك واحد. طب ما انت برضه هترجع تاني هنا ايه؟ لو الام، لو احنا مشينا بالكالر اندكس نفس التفكير، هو الام سي اتش برضه لما تقس، لما ده هيقل وده هيقل، يبقى النسبه برضه هتقل. يجيب 80 هو الطبيعي بتاعه 80، تمام؟ فبرضه يا جماعه ما احنا اتفقنا بقى مش هيتنفذ الا حاجات شروط قاسيه، السن والجنس و و و، فبطلنا نستخدمه، ده لا يستخدم. عشان كده عمرك ما تلاقي لي سؤال، كل شغلنا على مين؟ ام سي اتش والام سي بي والام سي اتش سي. طيب كده يا باشوات قدرت تعرف النهارده حجم الخليه امتى تبقى نورمال، امتى تبقى مايكرو، امتى تبقى ماكرو. الهيموجلوبين امتى يبقى نورمال، امتى يبقى هايبر، امتى يبقى هايبو. تعالى بقى نطبق الكلام ده كله على تقسيمة الانيميا. بص يا دكتور، الصفحة اللي احنا فيها دي خلاص كده خلصت، اللي هو الهيماتولوجيكال اندكس
برفع عنها دلوقتي. لما تقولش كده الاندكس ده خلاص كده خلصناه. اللي تحت ده كله عملي اللي هو بقايا صفحة 33 وصفحة 35 وصفحة 37 ده في مذكرة العملي هتنزل قريبا. طيب تعالى بقى على الانيميا. الانيميا ناخد الكلاسيفيكيشن اوف انيميا واكتب عليها سؤال مهم جدا 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 شفوي وعملي ونظري وام سي كيو وكيس ستادي. هقسم الانيميا ازاي؟ هقسم الانيميا according to. ركز معايا according to. واحد etiology يعني سبب etiological classification يعني تبعا للسبب بتاع الانيميا. تاني تقسيمه وتاني تقسيمه هي الاهم تاني واحده هي الاهم مورفولوجيكال. لا تتخيل كم اسئله الام سي كيو اللي موجوده فيها مورفولوجيكال. يعني مورفولوجي اكوردنج تو الشكل الشيب. طيب نبتدي بالايتيولوجي. الايتيولوجي الانيميا لن تخرج عن ثلاث اسباب. يا اما حضرتك عندك زياده في اللص يعني لص بصنع بس بفقد كتير يبقى انيميا نتيجه عن اللص. يا اما انا بصنع بس هيموليتك بتتكسر. يا اما يا دكتور انا عندي مشكله في التصنيع. يبقى ثلاث احتمالات المصنع بايظ يا اما التكسير زياده يا اما الفقدان كتير. نبدا باول حاجه زياده اللص انكريز اللص مكتوب لك جنبيها هيموراجيك. يعني هيموراجيك نزيف. هتغمض عينيك امتى بفقد خلايا دم امتى بفقد دم في حل غير النزيف؟ طيب النزيف ده نوعين اكيوت زي تروما كرونيك زي حاجه اسمها بايلز حاجه اسمها بيبتيك ألسر حاجه اسمها ايبي ستاكسيس. كلمه اكيوت يعني حاد تروما يعني حادثه. خدت لك مطوه النهارده وانت مروح واحد ضربك مطوه في ايدك وهو بيشد منك الموبايل تمام عشان ياخد منك الموبايل بتاعك عمال تفقد دم بقى يبقى ده حاد في الحال ولفتره قصيره. يا اما انت هتروح بسرعه تلف ايدك بحاجه من فوق كده تربط دراعك ويتوقف النزيف يا اما تقعد تنزف لحد ما تموت مش هتبقى موجود معانا اساسا. اسمها اكيوت يعني حاد دي مره واحده. اما كلمه كرونيك يعني مزمن. في ناس يا جماعه عندهم بايلز يعني نزيف الشرج اللي هو اسمه البواسير الاوعيه الدمويه بتاعت المستقيم بايظة بتاعت فتحة الشرج والكلام ده كله بايظة. او بيبتيك ألسر قرحة في المعدة تنهار ينزل في عين الغلبان دوت وممكن مش يجي يرجع دم لو بينزف والدم بينزل على الامعاء يتكسر انت عمرك ما تاخد بالك منه في كل شوية تحلله تلاقي عدد خلايا الدم الحمراء قليلة. يا عم انت بتنزف يقول لك لا ما اعرفش حاجة ده الدم بيدخل جوه في الامعاء يتكسر وينزل في البراز ما يبانش لونه. حلها ساعتها تعمل اندوسكوب يعني منظار. المنظار ده بقى خرطوم كده تدخله من المريء يطلع عليه يبلعه تديله ادويه ضد الترجيع يبلعه كده الخرطوم الصغير ده ويدخل لحد المعده. خرطوم متوصل بكاميرا على شاشه التلفزيون تقعد بقى تتفرج ايه اللي جوه. طبعا بيكسب ذهب الاندوسكوب ده تمام. يبقى تعمل له منظار او ايبستاكسس. هتلاقي حد من المات الاولاد خاصه الناس اللي بتسافر بره لفترات طويله في السعوديه او كده في الحر عنده نزيف دايما من الانف ابيستاكسز يعني نزيف الانف. في ناس عنده طول الوقت عمال ينزف كده تمام عشان درجه الحراره والرطوبه حاجات كتيره.
الرعاف صح؟ اسمه الرعاف حاجة زي كده في قاموس المعجم اللغة العربية الرعاف ريح عين فيه قلب يعني مالي يا عم الاستاكسز نزيف الأنف. طيب يبقى كده أكيوت وكرونيك حلو بس يا حبيبي هيموريج. طيب النوع الثاني ده مهم بقى زيادة الدستراكشن. What is the meaning of destruction؟ التكسير. ممكن تشيل كلمة تكسير وتكتب هيموليتك. يعني هيموليتك هيم يعني دم وليتك يعني تكسير. دي مهمة جدا دي. تيجي سؤال كومبليت تيجي سؤال all the following are hemolytic except هقسمها لمجموعتين يا اما الار بي سيز بتتكسر نتيجة المشكلة داخلية عندها اسمها انترا كورباسكولار هيموليسيز المشكلة داخل الار بي سيز هتبقى يا مشكلة في السلمبرين يا مشكلة في الانزيم يا مشكلة في الهيموجلوبين. والله يا جماعة في السلمبرين احنا خدناها مرض اسمه كونجينيتال سفيروسايتوزيس ان خلايا الدم الحمراء مالها كورة تمام اللي ما حضرش وما راجعها له كورة يا مشكلة في الانزيم حد فاكر الانزيم اللي لما كان يقل خلية بوز اسمه جي 6 بي دي حدش يزعل مش فاكر او يا دكتور السلمبرين طبيعي والانزيم طبيعي المشكلة في الهيموجلوبين لما الهيموجلوبين يبقى بايظ فتقول هيموجلوبين اوباسي اوباسي يعني مرض اوباسيز زي الثلاسيميا والسيكل سيل انيميا تمام يبقى ده انترا كورباسكولار اوباسي يعني مرض. طيب لا يا دكتور انا الار بي سي سليمه والهيموجلوبين سليم وشكلها طبيعي والانزيم سليم مفيش مشكله عندي بس المشكله يا دكتور ان في حد من بره جاي يصطاد خلايا الدم الحمراء دي هي ماشيه بتضحك كده دي اللي حزينه وحد جاي يصطادها فسميه اكسترا كورباسكولار. ست حاجات سته تحفظهم ازاي خلاص ست حاجات يا دكاتره تحفظهم اتنين 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 بحرف الاي انفكشن واعتقد ان في ناس من اللي قاعده كتير هنا عارفه ان الملاريا الملاريا ديت يا جماعه بتيجي من البعوض والذباب بس هي مش هنا في مصر انت ممكن تلاقي ملاريا في مصر تحت عند اسوان قريبه من السودان تمام الملاريا دي دوده صغيره كده بتعيش جوه الناموسه الناموسه دي تقف على جلدك تبعت الخرطوم بتاعها يضرب في جلدك يشد دم قبل ما تمشي تقول لك والله ما انا سايباك مش اخدت منك دم خد بقى انت شويه ملاريا من عندي الملاريا تدخل تكسر خلايا الدم الحمراء خالصين كده انفكشن او انكومباتيبل بلاد ترانسفيوجن يعني انكومباتيبل بلاد ترانسفيوجن انا فصيله الدم ايه وجيت لك في المستشفى بالليل انزل واحد سرقني وراح اقطع لي البتاع ده شريان طبعا اول ما شفتك دكتور العزيز اهلا انا عالجك يا دكتور يا ابني بلاش ابعت لي حد كبير يا دكتور انت مش واثق فيا ده انا درست لك اقول لك ما دي المصيبه وانا عارفه فلقيت واحد منكم بيدور على فصيله الدم بتاعتي ايه مش موجوده راح العقاري لها في الثلاجه بيه يا دكتور اسامه ده حبيبي ويا ما استفدت منه انا علق له لتر بي ان شاء الله البي هتكسر الايه وانا رحت انا في الضياع في الجازوز يبقى المشكله كانت بتاعتي سليمه وانت يا عبقري اللي ضيعتني انكومباتبل عدم توافق فصائل الدم بتحصل يا احمد بيه ويا ما حصلت في مصر بس كل دول العالم عمرها ما حصلت الا في مصر بيموت طبعا وهنعرف الحصه القادمه هيموت من ايه. طيب اتنين بحرف الاف فيفر وفيفا بون فيفا بينز الفول بس المفروض الفيفا بينز ما تتحطش اكسترا كورباسكولار صح المفروض تبقى ايه انترا ليه انترا يعني ان هو المشكله الانزيم بايظ الانزيم مش الانزيم ده جلوكوز 6 فوسفات يعني اي واحد فينا بياكل فول بيجرى له حاجه لا طبعا دول ناكل فول وطعميه
يبقى لازم كان عنده مشكله. بس الكتاب يعني زي ما اكون بقول لك حرف الاف مع الاف صعب عليك وحطها لك هنا. او فيزيكال ايجنت عامل فيزيائي الفيفر الحمى. والله يا جماعه في ناس درجه حياتهم بتوصل لكام؟ 40 وانت طالع بقى لك كرات الدم بتتكسر. مين اللي عرفها؟ الالمان. الالمان دول ما اخترعوا نص الطب ازاي؟ في الحرب العالميه الثانيه. ازاي كان يلاقي واحد يهودي يجيبه خد خش في التلاجة يا ريس، ما هو تأثير درجة الحرارة لما تقل على الإنسان؟ واحد. خش في الفرن يا ريس شوية، ما هو تأثير درجة الحرارة لما تزيد على الإنسان؟ تمام؟ كان عذاب. هم اكتشفوا نص الطب. أقول لك على حاجة، عرضوا لضغط عالي في الضغط في أنابيب كده زي الطيارات والغواصات، حطوا يا معلم من غير بدلة واقية، جرب بقى لحد ما ينفجر، عند ضغط كام؟ لا الألمان كانوا الألمان شرسين جدا. اشرس شعب، ها الناس اللي نامت شعب شرس وش ايه يعتز بنفسه جدا، يقول لك انا الماني انا الجنس ها انا العرق بتاعي ما فيش حد زي ده. اخترعوا نص الطب بالحوار ده في اليهود. جرب اي بص تقريبا نص الامراض في الطب الالمان هم اللي عملوها جبابره. وبص ما كانش عندهم ايه اي اخلاق ولا ضمير. تمام؟ فانت ما ينفعش تبقى دكتور وتعذب مريض، هتتحاسب عليه حتى لو كان ابن ايه؟ برضه انت مسؤول عنه. انت مسؤول عن المريض، يهودي مش يهودي، اسرائيلي حتى. انت لو موتته هتتحاسب عليه. انك انت طبيب مش ضابط جيش يا حبيبي. فانت تتعامل مع الرحمه للانسان اللي قدامك. يبقى الفيفر والفيما بينز. اخر حاجه سم التعبان. سناك فينوم ولد بويزن. يعني لد رصاص. روح انت النهارده بقى في ورقه كده وافصلهم كده جنب بعض. يبقى اكسترا كورباسكولار انفكشن انكومباتبل فيفر في بابين لد بويزنينج سناك فينوم. تمام؟ سم التعبان بيكسر خلايا الدم الحمراء كده. انا عملت هيموليتيك. اخر حاجه نقص البرودكشن. يعني نقص البرودكشن الانتاج. نعم. والفيفابين دي مش بتعمل ميثيموجلوبين والميثيموجلوبين ده احنا قلنا انت طبعا هو كاتبها كده بس ده مش بيكسر لا بيكسر يا حبيبي بيكسر السلم البريد راجع معانا. يلا يا بشوات البرودكشن مين الشاطر اللي يرفع ايده؟ اين تصنع خلايا الدم الحمراء؟ تصنع في البون مارو. يبقى بس يا حبيبي على حسب يبقى ده. مشكله في البون مارو او مشكله في المواد الخام. والمواد الخام اسميها نيوتريشنال. والسؤال ده مهم. يقول لك قول لي يا ابني النيوتريشنال انيميا ايه؟ يا ابني النيوتريشنال انيميا دي ايه يا ابني؟ الحاجات اللي في الغذاء اللي انت عايزها لو قالت هتحصل انيميا. عد معايا. ايرن، فوليك اسيد، فيتامين سي، فيتامين بي 12، والبروتين. محتاج البروتين عشان اصنع بيه جزء الجلوبيل. محتاج فيتامين بي 12 عشان الخلايا تنقسم هو الفوليك. محتاج الايرن عشان الهيم. محتاج فيتامين سي عشان الحديد. بقوا خمس حاجات اللي ذاكر الاستروبيزيس عارفها. مشكله في البروتين يا في الايرن يا فيتامين بي 12 يا فوليك اسيد ها يا فيتامين سي. حلو. نيوتريشنال يعني غذاء، برودكشن يعني انتاج. الكبر عايز تحطها حطها عادي مفيش اي مشكله. يبقى احنا يا دكاتره المشكله اللي هي في الانيميا نيوتريشنال. ما عنديش مواد خام يا ابو حميد. ما عنديش مواد خام. خمس مواد خام. يا اما بقى عندي المواد الخام بس المشكله في البون مارو. يعني بون مارو نخاع العظام. النخاع بتاعي بايظ يعمل لي نوع من الانيميا اسمه ابلاستيك انيميا. يعني ايه ابلاستيك؟ ايه يعني نو، وابليزيا يعني انقسام، توقف البون مارو عن العمل مش عايز ينقسم عند التعرض لاربع حاجات. 2 تي و2 اي انفكشن. جالك فيروس، الراديشن، اشعاع، توكسين، سموم، تيومر، اورام. يبقى ابلاستيك انيميا. يعني نو، وبلاستيك يعني انقسام. مفيش انقسام لخلايا الدم الحمراء. تمام؟ يبقى نقص البرودكشن يا مشكله في البون مارو يا مشكله في المواد الخام. المواد الخام اسمها نيوتريشنال انيميا. لو المشكله في البون مارو اسمها ابلاستيك انيميا.
كده يا باشاوات اكوردنج تو الاثيولوجي خلص. مفيش مشكله، ركزوا معايا يا دكاتره. انا هقول لك كام حاجه في البون مارو. احفظ الاربعه اللي عليك اللي هم الانفكشن والرادييشن والتوكسين والتيومر. كتاب الاسم كان مزود حاجتين زودتهم. كونجينيتال، واحد مولود عنده البون مارو بايظ. اوتو اميون، مرض مناعي بهاجم نخاع العظام بتاعي. يبقى كونجينيتال يعني عيب خلقي. اوتو اميون يعني بهاجم نفسي. تمام. مورفولوجي بقى، المورفولوجي ده اهم واحده. مين بقى الشاطر النهارده يروح يعمل لي ورقه كده بالعرض واجيبها لي المره الجايه ملونه احطها في المذكره السنه الجايه باسمه. يعمل ورقه كده وينظمها ويرتبها، هكتبها باسمه هو. ده وعد. اللي يعمل الكلاسيفيكيشن اوف انيميا وهخليه يمضي عليها كده واحطها له في المذكره السنه الجايه واديله نسبه على البيت. المورفولوجي يعني ايه مورفولوجي؟ شكل. دي اهم حاجه في الحصه النهارده والله العظيم اهم حاجه. ها اكوردنج طول المورفولوجي الشيب. ها الناس اللي ورا معايا اكوردنج طول الشيب هقسمها الى الاتي. ممكن تكون الانيميا نورمو سيتيك نورمو كرومي. حلو، يعني حجمها طبيعي والهيموجلوبين اللي فيها طبيعي لكن العدد قليل عشان الناس مش متخيلاها. انا عندي المفروض 5 مليون حجمهم طبيعي والهيموجلوبين طبيعي، لا انا عندي 3 مليون بس. على الرغم ان هم 3 مليون ان العدد ماله طبيعي والهيموجلوبين اللي جوه ايه طبيعي. طب مين اللي يعمل النورموسيتيك نورموكرومات؟ اربع اسباب. ابلاستيك انيميا ما احنا لسه واخدينها. البون مارو بدل ما هينتج 5 مليون بينتج كام؟ 3 بس كلهم حجم طبيعي والهيموجلوبين اللي فيهم طبيعي. او اكيوت هيموريدج. يعني ايه اكيوت هيموريدج؟ نزيف حاد. انا النهارده اتعورت خدت مطوه بدل ما عندي 5 لتر فقدت لتر منهم، فالباقي الباقي عدد قليل لكن نورموسيتيك نورمو كروميك. هيموليتيك انيميا يعني ايه هيموليتيك؟ تكسير. الخلايا بتتصنع بس بتتكسر، بس اللي موجود عندي حجمه طبيعي والهيموجلوبين اللي فيه طبيعي. اخر واحده نقص الاريثروبيوتين. حد يقول لي الاريثروبيوتين ده بتاع ايه؟ ده دكاتره اللي بيصنع خلايا الدم الحمراء. يبقى اللي هيكتب الاريثروبيوتين بعد كده وبعد ما خلصه وشرحه كتب ان بي نقص الاريثروبيوتين يؤدي الى نورموسيتيك نورموكروميك، الدكتور هو بيصحح هيرفع القبعه وينحني له احتراما، هيديله درجات نهائيه ان هو الواد ده فاهم، جاب من ورا حط قدام. يبقى نقص الاريثروبيوتين يعمل نورموسيتيك نورموكروميك. ليه نقص الاريثروبيوتين يا ابني؟ نقص الاريثروبيوتين هي هيها الابلاس. هنا مفيش تصنيع، هنا مفيش ايه تصنيع، بس اختلاف السبب طبعا. ان هنا الراديشن انفكشن، امال هنا الليفر والكدني فشلوا. ايه علاقه الليفر والكدني بالاريثروبيوتين؟ هم اللي بيصنعوا الاريثروبيوتين. ايه هو الاريثروبيوتين؟ ده عباره عن هرمون مسؤول عن تصنيع خلايا الدم الحمراء. طيب النوع الثاني مايكروسيتيك هايبوكروميك. اربع اسباب برضه. واحد ايرن ديفيشنسي انيميا. اثنين كورونيك هيموريدج. وده سؤال مهم. هيجي الدكتور شريف يسالك يقول لك يا ابني النزيف بيعمل نورموسيتيك ولا مايكروسيتيك؟ هتقول له يا دكتور على حسب. لو هو نزيف حاد فقدت لتر يبقى الباقي نورموسيتيك نورموكروميك. طب لو نزيف مزمن، يعني مزمن كل يوم عمال افقد دم كل يوم بفقد دم، مين الشاطر يرفع ايده يقول لي اللي يحصل؟ بص يا دكاتره، كل ما هتفقد دم كتير في الاخر الحديد اللي عندك المخزن هيقل. فالكورونيك هيموريدج النزيف المزمن في يوم من الايام شد خط هيلي بيبقى ايرن ديفيشنسي انيميا. يبقى النزيف المزمن ليه يا ابني مايكروسيتيك؟ لان يا دكتور هو من كتر ما بيفقد الحديد قل، فبقت الخلايا مايكروسيتيك هايبو كروميك. طيب او حاجتين كده صغيرين خالص. Disorder of globulin و Disorder of porphyrin. حد فاكر البورفورين؟
البورفرين ده احد مكونات الهيموجلوبين، اللي ما حضرش يكتبها كده. والجلوبين احد مكونات الهيموجلوبين. لو باظ البورفرين او الهيموجلوبين اللي هو مكونات الهيموجلوبين، حدث للمريض مايكروسيتيك هايبوكروميك. تفسيرها مش علينا الحمد لله. يبقى ديسوردر اوف بورفرين او ديسوردر اوف جلوبين، دي مكونات الهيموجلوبين، مش علينا تفاصيلهم خالص. اخر حاجه هايبر كروميك وماكرو سيتيك، والحمد لله هم اثنين، الفوليك والفيتامين بي 12. يبقى ده اهم سؤال في الحصه. التهزيمه المورفولوجيكال، all the following are normocytic normochromic except ابلاستيك هيموليتيك نقص الإرثروميتين كرونيك هيموريدج. يبقى دي الاجابه الغلط. الكرونيك هيموريدج هي هياها زي الاير ديفيشنسي انيميا، تمام كده؟ علم معايا دي مهم، والسؤال ده في الشفوي شهير. طيب كده يا باشا الانيميا انتهت. كل الامتحان مش عايز كام؟ عايز الوقت بسرعه دكتور.